السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن يا شباب هنبدأ برنامج مايكروسوفت وورد شرح برنامج مايكروسوفت وورد في مادة مقدمة تطبيقات الحاسب مقدمة تطبيقات الحاسب عندنا فيها برنامجين برنامج اسمه وورد اللي هو برنامج كتابة وتنسيق النصوص زي تكتب تكبر الكلام تصغره تلونه تجيبه يمين يسار الكلام ده كله تمام ده الورد والبرنامج التاني اسمه باور بوينت. باور بوينت تمام اللي هو برنامج عرض الشرائح طيب معكم الاستاذ سيد أنا اللي هدرسكم المادة اللي هي مقدمة تطبيقات الحاسب إن شاء الله وبالنسبة للناس الشبكات دبلوم الشبكات هدرسكم مقدمة الشبكات يعني هنبقى من الساعة 2 ونص ل 3 وربع مقدمة تطبيقات الحاسب وبعدين من 3 وربع إلى 4 إن شاء الله مقدمة الشبكات أو اللي هو مبادئ الشبكات تمام؟ الآن واحدة واحدة هنعرف ازاي نفتح برنامج الوورد من زر ابدأ ده زر البدء اضغط عليه هختار من هنا مايكروسوفت اوفيس 2013 مايكروسوفت اوفيس 2013 وبعدين انزل 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 الى وورد 2013 وورد 2013 يبقى بنبدأ مايكروسوفت اوفيس 2013 احفظوها كويس مايكروسوفت اوفيس 2013 وورد 2013 طبعا المحاضرات ديت هنحطها لكم على اليوتيوب والمدير هيبعت لكم الرابط ان شاء الله عشان ايه اللي يفوتوا حاجه يقدر يفتحها ويعيد بقى زي ما هو عايز وتطبقه على الاجهزه عندكم في البيت ولو حد عنده مشكله يقول لي في في المحاضره اللي بعدها محاضرتنا هتبقى الاحد والاثنين والاربعاء الساعه 2:30 بالنسبه لمقدمه تطبيقات الحاسب الاحد والاثنين والاربعاء الساعة اتنين ونص تمام؟ طيب هنا هفتح مستند فارغ مستند فارغ تمام؟ <applause> دلوقتي فتح قدام الورد زي ما انتو شايفين الشريط اللي فوق ده اسمه شريط القوائم شريط القوائم يعني دي اسمها قيمة الصفحة الرئيسية دي اسمها قايمة إدراج دي اسمها قايمة تصميم تمام طيب كل قايمة فيها مجموعة من الأوامر اللي تحتها دي يعني لما بضغط على الصفحة الرئيسية تحتها الأوامر بتاعتها إدراج تحتها الأوامر بتاعتها تصميم تحتها الأوامر بتاعتها وهكذا الصفحة الرئيسية مثلا كل مجموعه من الاوامر متجمعه كده مع بعضها ولها اسم يعني المجموعه دي اسمها الحافظه المجموعه دي كده اسمها خط المجموعه دي اسمها فقره المجموعه دي اسمها انماط المجموعه دي اسمها تحرير يعني لما اقول لك افتح الصفحه الرئيسيه المجموعه فقره الامر بقى له هو كمان انت بتقف بس بالماوس كده على الزر يقول لك هو بيعمل ايه ده اسمه تعداد نقطي ده اسمه تعداد رقم او ترقيه ده مثلا اسمه توصيف ده اسمه محاذاه اليمين ده اسمه محاذاه اليسار وهكذا تمام طيب الان عايز اكتب بكتب بضغط ضغطتين بزر الماوس اليسار في اي سطر كده عايز اكتب فيه بس ركز معاي شوف ده اسمه رأس الصفحة اللي فوق ده عرفته منين شايف الحتة الغامقة دي شايف المكان الغامق ده ده قصاده كده من اوله كده رأس الصفحة يعني ما تضغطش هنا هنا هتكتب في رأس الصفحة دي حاجة تانية خلص ما دعوة بيها احنا بنضغط تحته هنا من تحت دي كده هنا 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 طيب كذلك الحته اللي في اليمين الغامقه دي ما بكتبش ما بعرفش اكتب تحتها بكتب من بعدها والحته اللي في اليسار دي دي هوامش يبقى راس الصفحه ما بعرفش اكتب قصاده هنا واللي على اليمين ده ما بعرفش اكتب هنا ولا على اليسار هنا وتحت في تذييل الصفحه اهو من اول هنا كده يعني كتابتي هتنتهي لقبل التذييل قبل التذييل ما اقدرش اكتب عند التذييل خلاص اه افضل كده اه اخر سطر عندي هيبقى كده خلاص الحته دي تذييل تذييل خلاص طيب يبقى انا عايز اكتب مش هطلع فوق خالص لا تحت شويه وضغطتين وأبدأ أكتب. طب أكتب ايه؟ تعالوا ناخد تمرين كده مع بعض حلو نشوفه ونشوف هنكتب ايه. هنا مثلا طيب يا شباب الآن قلنا إيه دي قوائم في الورد طبعا اللي يفوتوا حاجة هيتفرج على التسجيل على اليوتيوب هتف... هتشوفوا هتشف... الشرح من الأول تمام دي قوائم ودي أوامر وكل أو مجموعة من الأوامر مقسمة إلى مجموعات كده المجموعة دي اسمها خط المجموعة دي اسمها الحفظة المجموعة دي اسمها فقرة تمام طيب. وما بنيجي نكتب ما بنكتبش فوق خالص كده عشان ده رأس الصفحة من أول هنا كده رأس الصفحة ما يمين قوي لأن ده هامش وده هامش وده اللي تحت ده تزيين الصفحة ما عنده تمام طيب الآن عايز أخد ورقة وأكتب زيها هنروح نجيب ورقة ده مثلا كلمة معهد البسام بالدمام يرحب بكم ويتمنى لكم دورة مفيدة وتحتها معهد البسام كده وتحتها صورة ازاي أعمل الكلام ده؟ خلينا نشوف دي الأول أكتبها أهي معهد البسام بالدمام يرحب بكم ويتمنى لكم دورة مفيدة حلو ركز معايا بقى كده قبل ما أعمل أي حاجة في الكلام لازم أحدده بحدده إزاي؟ بضغط في أوله كده وأسحب للآخر عايز أحدد كلمة واحدة أحدد كلمة واحدة عايز أحدد حرف واحد أحدد حرف واحد بضغط بزر الماوس اليسار في أوله وأسحب وأض... للمكان اللي أنا عايز أحدده بالشكل ده عايز أحدد بالدمام دي بس أهي. خلاص طيب هنحدد الكلام ده ونكبره شوية التكبير والتصغير والتلوين والكلام ده كله في الصفحة الرئيسية المجموعة اللي اسمها خط تمام التكبير اهو شوف اللي هو مكتوب فيه رقم ده اهو انت بس لو تقف عليه بالموس هيقول لك حجم الخط اهو هضغط على السهم اللي جنبه طبعا اي حاجة جنبها سهم معناها ان لها خيارات تقدر تختار الخيارات بتاعتها من السهم ده كبر شوف كل ما بنزل على رقم اكبر الكلام بيكبر اهو اصغر الكلام بيصغر طيب هخلي مثلا 18 حلو المال ده بيعمل ايه ده لو محدد الكلام و ضغطت عليه ده نوع الخط يعني مثلا نوع اسمه أندلس ده نوع اسمه مش عارف بي تي اي بولد هيدنج ده نوع اسمه بولد ايتاليك ده وهكذا اللي مكتوب جنبهم كلمة أبجد هوز هم اللي بينفعوا للعربي ده مثلا ما ملهوش علاقة بالعربي خالص ده ينفع ده ينفع ده ملهوش علاقة ده ملهوش علاقة وهكذا خلاص طيب يبقى ده نوع الخط ده حجم الخط ده بيعمل ايه؟ ده بيخليه عريض غامق عريض كده زي ما انت شايف كده عايز الغيه لازم احدد تاني يعني لو كان التحديد اتشال لازم احدد تاني واضغط عليه تاني. 95% من الحاجات في الوورد او في اي برنامج تاني بتلغيها من نفس المكان اللي انت جبته منها يعني ده يخليه عريض تضغط عليه تاني يرجعه بطبيعته بس لازم تكون محدد طبعا ده يخليه مائل مائل تضغط عليه ثاني يرجع ده يخليه تحته سطر تضغط عليه تاني يشيل السطر طبعا لازم تكون محدد لازم تكون محدد يعني لو محدد على كلمتين بس هيخلي لك السطر تحت الكلمتين طب لو شلت السطر من غير ما تحدد مش هيحصل حاجه لازم تحدد عشان تشيل السطر من عليه آه. طب قلنا لو فيه سهم تقل تحت جنب الزر يبقى ليه خيارات تعال نشوف السهم اه الخط اللي بتحطه تحت الكلام ده ليه خيارات ممكن تخليه مزدوج عريض منقط مشرع بالشكل ده آه. تمام اهو او تلغيه خالص طيب ده بيعمل إيه؟ يتوسطه خط يعني خط خلي فيه خط في وسط الكلمة هات يرحب دي مثلا كده أهو عايز ألغيها لازم أحدد عليها وأضغط نفس الزر طيب ده بيعمل إيه؟ منخفض يعني عايز أخلي كلمة البسام دي منخفضة عن بقية الكلام أهو بيصغرها ويخليها لتحت شوية. عايز ألغيها لازم أحدد عليها وأضغط نفس الزر ده العكس بيخليه مرتفع تمام أهو الكلمة اللي أنت محددها بتكون مرتفعة بالشكل ده عايز ألغيها أحدد وأضغط على نفس الزر مرة تانية لو في أي واحد عنده أي حاجة مش واضحة يكتب لي في الشات طيب ده بيعمل ايه ده سيب ده شوية ده بيخليه عليه لون ليه لون خلفية او يسميه لون التمييز عشان الغيه احدد عليه ومن نفس المكان اقول له بلا لون طيب ده بيعمل ايه اللي جنبه ده بيخلي الكلام نفسه ليه لون لون الكلام لون الخط نفسه عشان ارجعه اسود تاني من نفس المكان واختار تلقائي او الاسود اي حاجه تمام طيب ده بيعمل ايه ده هو ده مسح التنسيق باكمله ده لو انت عامل عليه حاجات وكده 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 عايز ترجعه لطبيعته حدد عليه واضغط على مسح التنسيق ده هيرجعه لك بنفس حجم الخط اللي انت بادئ بيه اللي هو 11 نفس الشيء اللي انت كنت بادئ بيه خالص خلاص طيب يعني بيرجعه لك زي ما كنت بادئ كتابه خالص طيب ممتاز ده بالنسبة ل دوم طب تعالوا نشوف ده معهد عادي البسام مرتفع نرفع كلمة البسام طبعا عشان تحدد على الكلمة ممكن تحدد كده تضغط في أولها وتسحب أو لو عايز تحدد كلمة واحدة ممكن تضغط عليها ضغطتين بزر الماوس اليسار بيحددها برضه الكلمة ضغطتين طب لو عايز تحدد على الفقرة كلها ثلاث ضغطات بسرعة ثلاث ضغطات بزر الماوس اليسار بسرعة يحدد لك على الفقرة كلها طيب البسام مرتفع اه مرتفع طيب يرحب كبيرة وفيها خطين سيب الخطين دلوقتي يتمنى دي الخط أندلسي وبكم منخفض بكم منخفض ويتمنى الخط نوع الخط أندلس أندلس طيب مفيدة لها لون تمييز لون خلفية لون خلفية أصفر طيب ان امال يرحب عليها خطين مش خط واحد ده خطين ودورة عليها خطين اعملهم ازاي يرحب كبرها بس الاول هو بكبرها كبرها اعملها ازاي عليها خطين ما فيش اي حاجة من هنا بيكون عليها خطين اما تكون عايز تجيب حاجة وما تلاقيهاش في زر من الازرار دي تروح للمدير بتاعهم كأنك رحت للموظفين كده في الشركة ما عرفوش يعمل لك حاجه تدخل للمدير عشان يعمل لك طيب المدير بتاعهم منين كل مجموعه المدير بتاعها بدخل من هنا اهو اه شايف ده السهم ده اهو حدد على كلمه يرحب اهو في حاجه هتلاقي اسمها يتوسطه خط مزدوج موافق لو عايز احذفه الغين من نفس المكان من نفس المكان خلاص يبقى الصفحة الرئيسية المجموعة اللي اسمها خط من السهم ده يتوسطه خط مزدوج ودورة نفس الكلام حلو طيب هنا الكلام في, وسطك في وسط السطر عايز اعمله في وسط السطر زيه اضغط بس عليه ضغطة واحدة كده من الصفحة الرئيسية برضو المجموعة بقى اللي اسمها فقرة فقرة ده يخليه في اليمين وسط يسار. يمين وسط يسار يمين وسط يسار هخليه في الوسط طب امال ده لسه ده هنتكلم فيه بعدين طيب ممتاز ده بالنسبة لتنسيق الخط امال دي ايه؟ دي ايه؟ اي خط تلاقيه مائل كده ولا مقوس ولا الكلام ده ده اسمه وورد ارت وورد ارت هضغط ضغطتين في السطر اللي تحته ده بقى عشان ايه اكتب هنا واقول له ادراج هروح قايمه بقى ايه ادراج 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 وورد ارت وورد ارت اللي هو الايه الملوح في في المجموعه اللي اسمها نص المجموعه اللي اسمها نص تلاقي ايه ملوحه كده خلي بالك ممكن تلاقي عندك الدنيا مزنقه شويه ما تلاقيش مكتوب جنبها كلمه وورد ارت تلاقي حرف الايه بس انت اعرفه بالرمز وطبعا لما تيجي عليه كده هتلاقي ادراج وورد ارت اضافه لمسه فنيه مش عارف ايه الكلام طيب هقول له ادراج وورد ارت واختار اول واحد عادي خالص هيجيب لي شويه إهات كده قايمه كده اختار اول واحد هيجيب لي مربع كده وهمي وداخله كلمه النص هنا النص هنا حدد على كلمة النص هنا دي وامسحها ديليت واكتب انا الكلمة اللي انا عايزها اللي هي معهد البسام حلو طيب تقدر تكبر المربع ده من هنا اي حاجة بقدر اكبرها من شوف المربعات والدواير اللي على الأطراف وفي الزوايا دي بقدر أكبر وأصغر منها، أه. أما السهم يبقى براسين، أما تقدر تضغط وتكبر أو تصغر، أه. تضغط عليه كده وتكبر أو تصغر، ما بيكبرش الكلام، بيكبر المربع بس، هصغره بالطول كده مش عايز بالطول كبير يعني. طب لو عايز اكبر الكلام ماشي كبر المربع شوية وحدد على الكلام عادي الصفحة الرئيسية كبره زي ما بنكبر أي حاجة زي ما بنكبر الكلام عادي خالص زي ما بتكبر الكلام هنا عادي أو تضغط كده تحدد على اللي أنت عايزه وتقدر تغير النوع وتعرضه وتميله اللي أنت عايزه كله زي ما عملنا في النص اللي فوق عادي خالص تمام طيب قلنا بنكبر المربع ونصغره من الدوائر دي وبنكبر الكلام من عادي تكبر كلام عادي امال انقله ازاي انقل المربع ازاي باجي على الحدود بتاعته والاقي إيه السهم اصبح باربع رؤوس شايفين باربع رؤوس ازاي اهو وهو كده اضغط واسحب ركز معي. باربع رؤوس تنقل براسين تكبر وتصغر دايما كده السهم برأسين تكبر وتصغر من على الدواير والمربعات اللي على جنب باربع رؤوس ودايما بيبقى في الحد الخارجي كده تنقل تضغط وتسحب طيب عايز اميله كده ده منين ده بقى اهو بضغط عليه برضه الاقي فيه دايره فوق اهي دايره اهي كانه متعلق فيه اجيب السهم على الدايره ده الاقي السهم هو كمان اصبح دايره كده اضغط وآخد الماوس يسار كده شوية آه. بالشكل ده تاني أهو عايز أقلبه خالص أهو أحرك الماوس خلاص بضغط عليها وأستمر في الضغط بزر الماوس اليسار وأحرك الماوس كده بلف أنا الماوس بإيدي خلاص طيب بعد كده عندي الصورة دي ازاي احط صوره؟ هذا ضغطتين تحت اهو ادراج ادراج خلي بالك إدراج Art. انا حتى ادراج وورد ارت الان عايز ادرج صوره ادراج لو عايز ادرج صوره من الكمبيوتر بتاعي هختار الصور دي خليها دلوقتي عايز ادرج صوره من الانترنت هقول له ادراج صور عبر الانترنت صور عبر الانترنت افتح لي شاشه كده وهي يقول لي اكتب لي اسم الصورة اللي انت عايزها اهو اضغط هنا في البحث ده اخويا صورة ايه صورة بحر صح صورة بحر اكتب هنا بحر مش لازم نفس الصورة حتى في الاختبار مش لازم نفس الصورة اكتب بحر واضغط انتر من لوحة المفاتيح اضغط انتر تمام اختار اي صورة بحر مفيش مشكلة مش لازم نفس الصورة يعني خلاص اهي واضغط على خلي بالك ما ضغطت عليها عمل لي على علامة صح معناه انا اخترتها اضغط على ادراك حط لي الصورة حط لي الصورة ركز بقى معايا في موضوع الصورة ده لانه مهم جدا اول ما بدخل على الصورة اول ما بحط الصورة لازم لازم اضغط عليها واضغط تنسيق قيمة تنسيق خلي بالك لو ما ضغطتش عليها مش هتلاقي تنسيق لازم اضغط عليها واضغط قيمة تنسيق في المجموعة اللي اسمها ترتيب ده هتلاقي كلمة التفاف النص اضغط عليها واختار منها امام النص امام النص ليه هقول لك ليه تعالى ما نضغطش امام النص نصغر الصوره شويه ما ضغطناش امام النص صغرنا الصوره من المربعات والدوائر اللي ايه اللي على جنب زي ما اتفقنا عايز انقلها تعالى انقلها كده ما بتتنقلش معاك صعبه النقل صعب انما اما اقول له اما اضغط عليها تنسيق التفاف النص امام النص شوف انقلها براحتك انقلها زي ما انت عاوز يبقى أول ما بحط الصورة مباشرة على طول اوعى تنسى الحركة دي اضغط عليها تنسيق من مجموعة ترتيب هلاقي التفاف النص اختار أمام النص ليه عشان أقدر انقلها وكبرها وصغرها بقى زي ما انت عاوز زي ما قلنا من المربعات والدوائر اللي على جنب دي وهنا أقدر ألوحها لو عايز ألوحها كده أميلها تمام ده بالنسبه للتمرين اللي هو ده طيب تعالوا ناخد تمرين جديد اللي هو تعالوا ناخد تمرين جديد اللي هو اللي هو ده ركز بقى معايا ركز معايا طيب كلمة السيارة دي وورد ارت بردو تعالى نقفل ده خلاص مش عايزينه ونقفل ده عدم الحفظ و هنقول له ملف جديد مستند فارغ عشان افتح صفحة جديدة أه. كلمة السيارة دي برضو وردة ارت قلنا اي كلمة معوجه او مقوسة وورد ارت طيب ادراج اه وورد ارت اول واحدة برضو عادي خالص السيارة كبر المربع شوية كبر الكلمة شوية صغروا بالطول مش عايزين ال... ال... الارتفاع ده كله مش محتاجينه انقله في النص طيب ازاي الوحة بقى اه. اضغط عليها واضغط تنسيق تنسيق برضو برضو لو ما ضغطتش عليها تنسيق مش هتظهر اضغط عليها واضغط تنسيق شايف المجموعة اللي اسمها انماط وورد ارت هلاقي الايه اللي تحت على اليسار ده ده اللي هو تاثيرات النص اروح على تحويل اما بضغط تاثيرات النص طلع لي القايمه دي اروح على تحويل واختار التقوس اللي انت عايزه تقوس كده 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 طبعا اللي عندنا في الورقه اللي هو ده اهو ده السياره بالشكل ده خلاص طيب تعالى نشوف بعد كده في صورة صورة سيارة عرفنا الصورة اضغط ضغطتين هنا ادراج صور عبر الانترنت سيارة انتر انتر من لوحة المفاتيح واضغط انتر اللي هي الزر بتاع لوحة المفاتيح تمام اختر اي صورة سيارة انت عايزها ها اه. مثلا ادراك قلنا لازم نضغط اول ما بنحط الصورة اضغط عليه تنسيق التفاف النص امام النص وصغرها هذه صورة السيارة تمام حلو تعال نشوف ايه تاني مكتوب تم اختراع السيارة في القرن التاسع عشر وتعتبر الآن أهم وسيلة من وسائل المواصلات والكلام اللي اللي مكتوب كله هكتبه هنا ضغطة هنا أهو تم اختراع. وسائل المواصلات وبعدين حيث وفرت على المسافرين الكثير من الوقت والجهد والمال بقطعها مسافات كبيرة في وقت قصير ومن أنواع حيث خلاص كبر الكلام شوية خلي 14 تمام ومن أنواعها إيه ومن أنواعها إيه تويوتا بيجو مرسيدس بي ام دبليو طبعا البي ديت دي نصححها دي بي بي خفيفة مش بي دقيلة. تويوتا بيجو مرسيدس بي ام دبليو اه انتر تويوتا انتر بيجو انتر مرسيدس انتر بي ام دبليو طبعا اللي مش عارف ازاي بيكتب بي بينقل من العربي للانجليزي وبيكتب بضغط alt مع الشفت في لوحه المفاتيح او من هنا اختار عربي او انجليزي من هنا طيب ركز معايا هتلاقي هنا فيه نقاط نقاط ازاي اجيب النقاط دي بكتب الكلام زي ما انا كتبته عادي خالص كده وبعدين احدده حدده هو بس ما تاخدش واحدة تحته سطر تحته ولا تاخد سطر فوق لا تحدده هو بس حل من الصفحة الرئيسية المجموعة اللي اسمها فقرة في اللي هو تعداد نقطي ده اختار السهم اللي جنبه واختار نوع النقاط اللي انا عايزها اهو دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي اهو ده اسمه تعداد نقط طب لو عايز الغيها حدد عليهم تاني من نفس المكان من نفس المكان اقول له بلا خلاص طب لو عايز ارقام او حروف من اللي جنبه حدد ومن اللي جنبه اهي ارقام عربي ولا انجليزي حروف عربي وانجليزي ده اسمه تعداد رقمي او ترقيم خلاص آه. اه عايز برضو ألغيها من نفس المكان بلا بس أنا دلوقتي عايز نقاط يبقى من هنا آدي النقاط تمام هل فيه شكل شكل ده إيه ده من الأشكال حاجة اسمها أشكال ده بجيبه منين ضغطتين هنا اهو إدراج أشكال أشكال كل الأشكال هنا كل الأشكال اللي أنت ممكن تلاقيها في أي ورقة في الورقة الورد هنا ركز كده الشكل بتاعي شكله إيه الشكل ده طيب اللي هو إدراج أشكال إلا هو ده أهو محدش يقول لي ما لقيتش الشكل لأن الأشكال دي في كل الوورد في كل الأجهزة طيب حدد دع... ارسم الشكل اضغط واسحب كده ارسم الشكل الشكل أول ما برسمه بضغط عليه وبرده من قائمة تنسيق برده من قائمة تنسيق أطلع شايف السهم ده المجموعة اللي اسمها أنماط الأشكال السهم ده اضغط 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 لحد ما يبقى باهت معك باهت خلاص. يعني طلع فوق خالص مفيش فوق اكتر من كده واختار اول واحده اول واحده اللي هو من غير لون داخله واللون اسود كده طيب ركز معايا في الشكل هتلاقيه مشرط مشرط طب ازاي اعمله مشرط ركز بقى معايا الشكل لو ضغطت تنسيق هتلاقي انماط الاشكال ده اهي فيه تعبئه الشكل ده بتختار منه لون التعبئه اللون اللي داخله لو عايز تختار لون طيب عايز الغي اللون اضغط عليه برضو تنسيق ومن هنا اختار بلا تعبئه ماشي جميل تحته بقى المخطط التفصيلي ده اللي فيه الكلام الكتير بقى اضغط على الشكل تنسيق المخطط التفصيلي للشكل، لون المخطط التفصيلي اللي هو البرواز الخط الخارجي بتاعه لونه طيب وإيه كمان؟ الوزن يعني عريض ولا نحيف؟ ولا وسط؟ طيب وإيه كمان؟ شرط يعني عادي ولا منقط؟ ولا كده ولا كده ولا كده؟ شوف أنت بقى عايز إزاي. شوف انت عايز ازاي زي كده خلاص شوف اللي هناك شكله ايه اهو اه لا شرط اصغر شوي اه اللي هو الشكل ده تمام وطبعا بكبره وصغره من بضغط عليه كده الاقي اه ظهر حواليه مربع كده فيه الايه الدواير والمربعات اللي على جنب واقدر الوحه برضو من هنا زي الصورة والورد ارت اكبره اصغره انقله اما السهم باربع رؤوس من على الحد الخارجي بتاعه كده اهو انقله طب عايز اكتب داخله بضغط ضغطة يمين عليه ضغطة يمين عليه واختار اضافة نص اضافة نص ضغطة بزر الماوس اليمين عليه واختار اضافه نص واكتب السياره هي اهم وسيله من وسائل المواصلات وقوسين والكلام ده القوس ده القوس شيفت مع الزيرو اللي هو فوق حرف الحاء شيفت وعلق ايدي على الشيفت عارفين زر الشيفت هتلاقيه تحت الانتر على طول علق ايدي عليه واضغط على الزيرو اللي فوق حرف الحاء واكتب السياره اهم وسيلة من وسائل المواصلات وأقفل القوس بشفت مع التسعة التسعة اللي فوق حرف الخاء خلاص حول الكلام كله إلى الخط الأندلسي هذا الأندلسي أكبر الكلام شوية في إيه كمان جاي على اليسار خليه على اليسار آه. تمام ممتاز جدا طيب بعد كده في ايه بعد كده في جدول والجدول ده لازم اعرف الاول هو كم صف وكم عمود يعني ايه كم صف وكم عمود يعني ايه صفوف ويعني ايه اعمده الصف اللي هو ده اللي بالعرض كده ده اسمه صف ده كده اسمه صف ده اسمه صف مش الخط مش الخط ده لا اللي بين الخطين اسمه صف ده صف المساحة اللي بكتب فيها ده اسمها صف والعمود اللي هو كده اللي هو كده اللي هو كده ده اسمه عمود تمام يبقى الصف اللي بالعرض والعمود اللي بالطول مش الخط لا المساحة بين الخطين دي اسمها عمود يبقى أنا عندي كم صف وكم عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة صفوف طب واحد هيقول لي لو عدت من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى أنا عندي خمسة ولا ستة لا أنا باخد الأكتر مدام هنا ستة وهنا خمسة يبقى أنا عندي ستة يبقى أنا الوقت عندي ستة صفوف والأعمدة طب واحد اتنين ثلاثة طب وهنا عمود واحد أهو يبقى أنا باخد الأكتر يبقى أنا عندي تلاتة يبقى انا عندي ست ست صفوف وثلاث اعمده هاجي هنا اهو وركز معايا لازم اضغط ضغطتين هنا لازم في المكان اللي انا عايز احط فيه الجدول ادراج جدول قايمة ادراج جدول ماليش دعوة بدون خالص اروح على كلمة ادراج جدول ادراج جدول كام عمود ثلاثة كام صف ستة بتحكم في العدد من هنا كده. تمام عدد الأعمدة ثلاثة عدد الصفوف ستة موافق، خلاص طيب عايز أكبر الصف الأول ماشي مثلا ماشي أكبر الصف الأول من الخط اللي بينه وبين الثاني أهو أما يبقى السهم برأسين أضغط و... و... وأسحب أكبر كده تمام طيب عندي إيه كمان؟ الحدود اللي فوق واللي تحت بشكل واليمين واليسار بشكل واللي جوه بشكل وحاجات كده دي بجيبها منين الحدود بتاعه الجدول دي بتحكم فيها منين في طريقتين الطريقه الاولى ان اروح اضغط على الجدول تصميم من حدود رسم جدول رسم جدول هلاقي القلم ده ظهر أختار الخط اللي أنا عايز أرسم بيه من هنا من جنبها من هنا وأرسم بس ركز لازم ترسم بالظبط على الخط ما تطلعش كده لازم على الخط كده بالظبط آه. لازم تركز أهو طب لو طلعت كده اضغط تراجع من هنا لو ضغطت لو طلعت كده اضغط تراجع من هنا أهو وروح ارسم تاني أهو لازم تركيز. رسم لازم تركيز آه. طيب والحدود اللي على جنب شكلها ايه شكلها ثلاثية اروح اختار الثلاثية من تصميم من هنا ثلاثية الفرشة دي مش عايزها لازم اختار رسم جدول عشان اختار اجيب القلم مش عايز الفرشة دي آه. ثلاثية طيب وإيه كمان؟ الخط ده عريض والخط ده أخضر ومشرط، آه. تصميم، رسم جدول تاني، الخط العادي وتزود العرض من تحته، بالشكل آه. ده، خلاص؟ طيب والتاني مشرط وعريض برضو شوية وأخضر أختار لون القلم ده أخضر بالشكل ده طيب فاضل إيه في الجدول فاضل الخط ده اللي من الزاوية دي للزاوية دي برضو أرسمه تصميم الخط العادي لازم لازم اللي من الزاويه للزاويه ده بالخط العادي مش عايز الفرشه دي هختار رسم جدول عشان اظهر القلم مش الفرشه تمام واختار اللون عادي اسود وارسم من الزاويه للزاويه بالشكل ده خلاص عشان الغي القلم ده في النهايه اضغط اسكيب من لوحه المفاتيح اللي هو اول زر فوق على اليسار في لوحه المفاتيح اضغط الزر اللي اسمه اي اس سي اهو خلاص طيب مكتوب ايه نوع السياره وتحتها الموديل نوع السياره جاي على اليسار مسافات مسافات بلوحه المفاتيح نوع السياره وانتر هيجيلك على اليمين اكتب الموديل انتر من لوحه المفاتيح عشان تنزل السطر اللي تحته طيب تويوتا ده الكلام ده كله عادي دي خليتين مدمجين على بعض فوق بعض عرفت منين لان جنبها خليتين فوق بعض اهم يبقى هي اصلها خليتين فوق بعض ادمجهم على بعض ازاي حددهم كاهو اضغط في الاولى في قلبه واسحب على التانية من تخطيط اختار دمج الخلايا كبرهم شويه واكتب الانترو اللي هي مكتوبة فيها طيب وكمان جاية من فوق لتحت اجيبها من فوق لتحت ازاي ركز معي اضغط في الخلية كده تخطيط تخطيط اتجاه النص اول مرة هيجيبها لك من تحت لفوق تاني مرة من فوق لتحت تالت مرة يعدلها مرة تانية طيب أنا عايزها من فوق لتحت طب وخلاها في وسط الخلية ازاي؟ برضه اضغط في الخلية وبرده من تخطيط من جنبها على طول خلاص؟ طيب الصف اللي تحته كله مدمج على بعضه حدد الصف كله ومن تخطيط دمج الخلايا واكتب بقى هنا ايه؟ تويوتا مرسيدس مش عارف ايه الكلام ده كله. انجليزي هنا انجليزي ما فيش اي مشكلة عادي ما فيش اي حاجة بقى ايه هنا وتكتب هنا الكلام اللي تحت خلاص يبقى كده احنا عملنا ايه التمرين ده كامل هحط لكم التمرين ان شاء الله هبعته لكم واتساب ما مجموعة مع بعض ونعمل واتساب هحط التمرين ده واللي قبله وان شاء الله بكرة الساعة اثنين ونص لازم تدخلوا عشان نكمل شرح نعم يا عبد الرحمن دلوقتي احنا هنصلي العصر وندخل نتكلم في المحاضرة اللي بعدها ان شاء الله اللي هم الناس الشبكات يلا يلا السلام عليكم Thank <laughs> you.